وسلم على نبينا محمد. من الأمور أنعم علينا بالعقل والنعم والمأكل والمشرب والمسكن والذرية، وخيرات لا تعد ولا تحصى. فما الذي يبقى إذا على توافع النعم كلها؟ شنو يبقى؟ طاعة الله حق الطاعة، والاعتراف لله بالجميل، وعدم النكوص، والشكر لله على النعم. ولئن شكرتم لأزيدنكم. فهل يمكن نتمحل وما نعرف حقيقة الدنيا كلها؟ يقول سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم رزق وما أريد أن أطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه جل وعلا. إذا استردنا في الدنيا طاعة وامتثال أمره واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نسعى في الدنيا ونسعى في الأخرى. وجعلنا إلى التكريم من خير أمة، وأنتم خير أمة أخرجت للناس.